هدفنا هادشي كله باش يكون عندنا واحد الثقافه ايضا كيف ما كنقولوا دائما نحاولوا نستغلوها في حياتنا باش نكونوا اكثر نشاط اكثر سعاده اكثر صحه وامان من الامراض. خصوصا اولى فقرتنا مع رفقه الدكتور لطفي الزغاري دكتور اختصاصي في التغذيه وعلوم الرياضه. دكتور لطفي السلام عليكم. صباح الخير اخت سمية. صباح الانوار دكتور اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله بداية أسبوع موفقة لك إن شاء الله والمستمعين ديالنا دكتور ومرحبا بك معنا كيف العادة. الله يبارك فيك. شهر رحيم وغفير الأخت سمية دونك عامر بطاقة الإيجابية وكنساينو الشهر الفضيل رمضان إن شاء الله. هذاك الشيء علاش المواضيع اللي غنهضروا عليها حاليا غتكون شوية كتقيس هذاك الشهر الفضيل إن شاء الله. أكيد إن شاء الله غادي تكون شهر فيه كثير ديال الحوايج غادي نتقاسمها مع المستمعين ونحضر لهم مفاجآت مهمة في هذه الفقرة هذه غير يبقاو معنا في الاستماع ياك دكتور. صحيح. فجرت العادة أنه عندنا واحد صلة وطيدة ما بين خليتها تحضيرات وما بين موروثنا التقليدي المغربي في بزاف ديال الأعشاب والبذور اللي كبرنا معها وعرفنا يمكن المميزات ديالها في تناولنا سواء لليها أو دخلناها في بعض الوصفات التقليدية المغربية. انت ربطتيها بشهر فضيل شهر رمضان وكاين بزاف ديال البذور اللي غادي نتكلموا عليها بينهم هاد البذرة ديال اليوم اللي شاع الصيت ديالها في أوسطنا التقليدية المغربية اللي كيدخلوها في عدد من الوصفات شوربات ممكن ايضا حتى بزاف ديال الحوجات اللي هي حبرشاد دكتور كل اسره تقريبا كنظن كل مغربيه راه كتعرف حبرشاد ولكن شنو الخصائص ديال حبرشاد كيفاش ناخذوا هذا حبرشاد الطريقه الصحيحه ديال التناول ديالو فاش يقدر يفيدنا وايضا بطبيعه الحال دائما كنتكلموا على المحاذير علاش لا الا كثرنا من الحاجه. تفضل دكتور. صحيح الاخت سميه دونك بي كنتظروا شهر الفضيل وحنا النساء المغربيات في الاصل حاذقات تبارك الله عليهم ولكن في هذه المرحلة هذه الحداقة كتزاد وكنوليو كنحضروا مجموعة ديال الأطباق مجموعة ديال الشهوات وكاين شي حوايجات اللي كيصبروا وكنصوبوهم قبل تقريبا من ما يوصل هذا الشهر الفضيل وكيدوز معنا وكيكون واحد من الأطباق اللي كتكون معنا تقريبا بشكل يومي اللي هو السفوف ولا الزميطة ولا السلو. دونك هادو عبارة عن أسماء ديال تقريبا نفس الحاجة كتختلف على حسب الجهات في المغرب. حنا المغرب ديالنا الحمد لله ينعم بواحد الثقافة غذائية جد متنوعة ما بين الجهات وكذلك الأطباق اللي كتلقى نفس الطبق يحضر بمجموعة ديال طرق مختلفة في جهات مختلفة يعني في نفس البلاد وفي جهات مختلفة وبالتالي كتلقى كاينين اختلافات. داكشي علاش حنا اختارينا الأخت سمية أننا نمشيو معها الظرفية كما كنقولوا ديما أن المواضيع كتكون عندها علاقة كبيرة مع الظرفية اللي كنعيشوها واختارينا مجموعة العناصر الغذائية منهم هذا حب الرشاد اللي كيدخل ليا في 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 في, في صنع مكون اساسي صراحه في التحضيرات ديال الوصفات الرمضانيه والغير رمضانيه حتى في البرد كيدخلوه بزاف. صحيح ما كرهناش كون كانوا كيدخلوه بالصح حيت ماشي كلشي كيدخلوه في النظام الغذائي ديالو من غير هاد الوصفات. دونك هذه لقيتها اللي تتمانو كيرتفع واحد شويه بحكم ان الطلب كيتزاد وبالتالي حتى الاستعمال ديالو كيكون كيرتفع بواحد الطريقه اللي كتكون سريعه. داكشي علاش خصنا نعرفوا الفوائد ونعرفوا بعض المحاذير واخا ما كاينينش بزاف ولكن خصنا نعرفوهم. الوغ حب الرشاد بشكل عام دونك هي واحد النبته انا متاكد انهم كيعرفوا غير ذاك البذور اللي كنتناولوا ما كيعرفوش النبته ديالو. دونك هذيك النبته غالبا كتكون كامله صالحه للاكل الموطن ديالها الاصلي هي بلاد فارس الفرس ومن بعد انتشرت عن طريق التجاره عن طريق الدول ابتداء عبر الحضارات ولات في مجموعه ديال 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 الدول. الوغ اشتهرات بالاستعمال ديالها ماشي كواحد من التوابل ولكن كان الاستخدام ديالها الاخت سميه في مجال الطبي يعني في ما يسمى بالطب البديل وكانت كتستعمل في, 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 في مجموعه الامراض منهم نقص فيتامين سي اللي احنا حاليا ما بقيناش كنشوفوه بزاف واللي خص المستمعين يعرفوا ان رفقه غذائيه هي نقص في عنصر او مجموعه العناصر الغذائيه واحد الفقه اللي كتعرفوها انتم هو الحديد. دونك هذه الفقه قد تكون في جميع العناصر الغذائيه ولا في مجموعه كبيره العناصر الغذائيه. نعطيكم مثال مثلا فاش كتولي عندي فاقه حاده ولا نقص حاد في فيتامين سي راه كيعطينا واحد المرض سميتو لوسكوربوت اللي هو مرض كيقيس اللثه ومرض خطير ولكن بحكم ان التنوع الغذائي ومجموعه الاغذيه ولا فيها فيتامين سي ما بقاش عندنا هذا المشكل. الوغ حب الرشاد تا هو فيه فيتامين سي وهذا الشيء علاش كان كيتخاد لهذا الغرض وفي نفس الوقت باش انه يطلع شي شويه المناعه كان كذلك كيعاون بما يسمى احتباس السوائل دونك لا ريتونسيون دو في الجسم كانوا كيعطيوه للناس باش انهم يتخلصوا من ذاك المياه الزائده اللي عندهم في الجسم وعاد مشاكل اللي عندها علاقه مع الامساك ايتسيتا وعاد في فيتامينات ايتسيتا وكما كنديروا الاخت سميه انا وياك كنبداو ديما باش بالقيمه الغذائيه باش نتعرفوا على المكون ديالنا عن قرب ونتصاحبوا معاه حيت ملي غتفهموا غتعرف القيمه ديالو. تفضل دكتور. صحيح كما كنقولوا معرفه الشيء احسن من جهله. حنا كنتعاملوا مع حب الرشاد على اساس انه واحد البذره اللي كنديروها باش تطلق لنا واحد المذاق وتدير توابل من توابل ياك توابل من التوابل
فاش نعرفوا القيمه الغذائيه ديالو غتعرف انه غنوليو نشوفوا فيه اكثر من انه ثابل من التوابل، وفي نفس الوقت غنوليو عندنا فكره علاش خصنا نتناولوه منه غير شويه وما نتناولوش منه كميات كثار، خصوصا في هذه المرحله، خصوصا في هذه الظرفيه. حنا كنوليو كنستعملوه مثلا غير في السفوف، كنستعملوه في مجموعه ديال الاطباق، منها بريوات، منها كاين اللي كيديروا كما قلتي شرتي للاخت سميه في الحساء، وكنوليو كندخلوه بكميات اللي كتكون متفاوته وكبيره، وخصوصا ان الجسم ما كيكونش مولف على طول العام، هنا كيكونوا كيبداو يبانوا لي بعض الاضرار اللي نهضروا عليها في الاخر. الوغ فاش كنهضروا على قيمه غذائيه، الوغ قيمه غذائيه هو شكله راه كيشبه شويه البذور الكتان، دونك اللون ديالو تقريبا بني في واحد اللون جميل، في واحد النسبه مهمه من الدهون، صراحه ماشي بزاف ولكن فيه نسبه من الدهون، فيه نسبه مهمه من الصوديوم وغنرجع لها، وهذا الصوديوم حنا كنعرفوا هو العدو اللدود ديال الناس اللي عندهم مشاكل الارتفاع ديال الضغط الشرياني، وفيه كذلك كربوهيدرات بعد السكريات المعقده المزيانه، وفيه نسبه مهمه من الالياف الغذائيه بحال جميع تقريبا النباتات، بحال جميع البذور تقريبا، فيه كذلك سكر بسيط يعني حلو، دونك حتى في المذاق راه كيعطينا واحد لاتكستور ديال الحلاوه، زيد على ذلك فيه بروتينات نباتيه، حنا كنعرفوا ان مجموعه النباتات تقريبا كيكون فيهم بروتينات نباتيه، وخا هذه البروتينات النباتيه مهمه للجسم خاصها تدخل حيت فيها تنوع كبير من ناحيه الاحماض الامينيه، غير هو المشكل هو ان الامتصاص ديالها ما كيكونش بطريقه جيده على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا، وبالتالي ما كنستافدوش منها كثير، مالغري اننا خصنا ندخلوها في النظام الغذائي. في نسبه مهمه من الكالسيوم، وداك الشيء علاش الاستعمال ديالو الاخت سميه منذ القدم، الى سولنا جدودنا غتلقاهم كانوا كيستعملوه مع علان بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم كسور في الكسور، صحيح علاش فيه نسبه مهمه من الكالسيوم. غنرجعوا لطرق الاستعمال، كنقدروا اننا نزيدوا مثلا نسخنوا شويه الحليب وكنديروا معاه بعض الحبات ديال هاد البذور هذه، وكنزيدوا معاه حتى يلان، وكنعطيوه للناس مجموعه الناس يشربوه باش انهم كيقويوا العظام ديالهم. كذلك فيه حديد، فيه نسبه مهمه من الحديد الاخت سميه، وفيه البوتاسيوم اللي كيلعب ليا دور كبير في تنظيم الضغط الشرياني، وبحال الله سبحانه وتعالى دير ليا بوتاسيوم اكثر من الصوديوم في هذه الماده الغذائيه، باش انها كما قلنا نكبحوا شي شويه من داك تاثير الصوديوم على ارتفاع الضغط الشرياني. هذا من جهه. من جهه ثانيه فيه مجموعه الفيتامينات، فيه فيتامين سي بشكل مهم، كذلك فيه فيتامين ا وفيتامين بي، وفيه مجموعه ديال الفيتامينات اخرى منها فيتامين ك، وهذا فيتامين ك اللي فاش غنشوفوا نهضروا على الفوائد غتلقاو عندها فائده كبيره بالنسبه للدوره الدمويه، وخصوصا القلب والشرايين، حيت فاش كنقولوا القلب ما كنهضروش على العضو بوحدو، كنهضروا على العضو وداك الشيء اللي لاصق فيه، داك الشيء اش كنقولوا القلب والشرايين او الجهاز الدوراني الاخت سميه. الوغ بشكل عام فيه دهون، فيه سكريات، فيه بروتينات يعني فيه المواد العضويه بشكل عام كامله، فيه فيه املاح معدنيه، وكذلك فيه فيتامينات، دونك نوعا ما متكامل، فيه مخانه ما كنبغيش هذا متكامل، ولكن فيه اغلب العناصر الغذائيه اللي تقدر تكون في غذاء معين. غني بمضادات الاكسده دكتور؟ صحيح، فيه مضادات الاكسده، فيه مجموعه المواد الكيميائيه اللي كتلعب ليا دور ديال مضادات الاكسده، واحد الدرس هو الخلاصه اللي كنكتبوها بالستيلو الاحمر لتحت، هي ان فيتامين سي راه هو عنده تاثير مضاد للاكسده، دونك هو كيدخل في خانه ديال مضادات الاكسده، اي غذاء فيه فيتامين سي هو عباره عن غذاء مضاد للاكسده، زعما ما نحتاجوش نعاودوها، دونك فيتامين سي مضاد للاكسده، وعاد كاينين اللي تيخبين واللي فلافونويد اللي غنهضروا عليهم من بعد. طيب غادي نحاولوا، هو ايضا تيتشابه في الخاصيه كنا ديال البذور الزرعه الكتان، يعني حتى هو كتلقى واحد الماده جيلاتينيه كنظن الى تطبخ. صحيح، دونك فاش كنهضروا على هذه الماده جيلاتينيه، دونك هذاك الشيء علاش قلنا كيتشابه في اللون وكيتشابه حتى في التاثير، دونك حتى في الحنك خصائص الغذائيه، غير هو بذور الكتان غنيه بالدهون اكثر، وكنا درنا عليها حلقه. الا شدينا كويس الماء، وحده من طرق الاستعمال ديالو كنشدوا واحد نص كاس ديال الماء كيكون دافي ما يكونش طايب يعني ما يكونش سخون، وكنديروا فيه واحد الراس ديال المعلقه ديال هاد البذور هذه، هاد حب الرشاد، وكنلاحظوا انها مور بعد بضع دقائق كنلقاو انها بدات كتطلق لي واحد الخيوطه وكتعطيني واحد الماده اللزجه، وهذه الماده اللزجه اوتوماتيكمون هي عباره عن الياف غذائيه، هي عباره عن فيتامينات، هما اللي عطاونا ديك اللزوجه ولا ديك لا تكستور. داك الشيء علاش غنلقاوه ان هذا حب الرشاد الاخت سميه صديق للنساء من غير المجال الصحي ولا الوقائي. صحي ولا دونك كيمشي في مجال ديال الجمالي تدير. صحيح، صح، خصوصا صديق الشعر هو حب رشاد. نتكلموا قبل كل شيء اكيد على شكون الاشخاص اللي كيخصهم يتناولوا حب رشاد، وايضا الفوائد ديالو على الجسم الانسان. شو كيدير فينا اذا تناولنا دكتور؟ نقولوا ماشي يوميا، نقولوا بعد على الاقل غير واحد المرات نتفوتوا، شنو كيدير لنا في الجسم ديالنا ملي كنتناولوا؟ راه صحيح الاخت سميه، دونك فاش كنهضروا على المكونات ديالو كنبداو بالقيمه الغذائيه، دوك الشيء اللي داك الاغذيه ولا العناصر الغذائيه لو نوتريمون اللي شفناه اوتوماتيكمون هما اللي كيعطيونا كيعطيونا فكره على شنو هما الفوائد. هضرنا على فيتامين ك، دونك فيتامين ك هو واحد من الفيتامينات اللي كيمتاز بها هذا حب الرشاد،
وهو اللي كما كنقولوا هذا الفيتامين كيلعب واحد الدور كبير انه كيمنع ليا ترسب الكالسيوم في ذاك الكالسيوم الزائد، كيمنعوا انه يترسب ليا في ما يسمى جدران الاوعيه الدمويه، دونك ما كيديرش ليا واحد تكلس على مستوى الجدران الداخليه ديال الصمامات ديال القلب والعروق الدمويه، وبالتالي هاد فيتامين كيمنع ليا ذاك المشاكل القلب ومشاكل الشرايين، يعني انسداد ديال الشرايين ايتترا. هذاك فيتامين سي اللي كاين كذلك حتى هو كيلعب ليا دور مضاد للاكسده وكينقص ليا من الاجهاد التاكسدي، وفي نفس الوقت كينقي ليا او ما يسمى بتنظيف الاوعيه الدمويه، كينقص ليا من ذاك الاوعيه الدمويه وكينقص ليا واحد الحاجه اللي كضر لي الاوعيه الدمويه فاش كتفوت الحد ديالها اللي هي الكوليسترول. فاش كنقولوا الكوليسترول هو نوع من انواع الدهون، وكاين واحد الكوليسترول الضار اللي كنسموه حنا ال دي ال، دونك كينقص من داك التواجد ديالو على مستوى العروق الدمويه هذاك فيتامين سي، وبالتالي كيحافظ على المرونه ديالها، يعني بحال العروق الدمويه ما كتقصحش ما كتفقدش داك المرونه، وبالتالي الدوره الدمويه اوتوماتيكمون كدوز مزيان، كدوز بحال اللي خصها دوز، يعني الدوره الدمويه كدوز بطريقه سلسه. جي على ذلك انه كيحفز، حيت كنعرفوا ان فيتامين سي عنده علاقه مع تحفيز انتاج الكولاجين، واللي خصهم يعرفوا هو ان الكولاجين مسؤول على الليونه ماشي غير ديال البشره، مسؤول على الليونه ديال اي خليه خصها تكون لينه، وبالتالي حتى العروق الدمويه خصها تحافظ على الليونه ديالها، يعني داخليه خصنا نتناولوا ماشي موضعيا. صحيح صحيح صحيح. وانا ديما كنقول الاخت سميه راه فاش كنقولوا عندي مشكل اللي كيكون عندي مثلا على مستوى الجلد من برا، راه ماشي ضروري حتى نستعملو بطريقه موضعيه عاد نستافد منه، لا، راه فاش كنتناول الاغذيه وكنتناولها ويتم التحليل ديالها، راه الدم هو مسؤول على التفريقه ديال ديك العناصر الغذائيه، وغنستافد اكثر من الطريقه الموضعيه. دي فوا كنستعملو في الطريقه الموضعيه الا كان عندي شي التهاب حاد، باش نقص من الالتهاب، باش ما ياخذش ليا الوقت انه يدوز لي داكشي من جهاز هضمي عاد يوصل ليا الجهاز الدوراني عاد الدم يوصلو ايتترا. ولكن ديما الحاجه باش نستافد منها اكثر خصني نتناولها قبل ما نحطها بطريقه موضعيه. دونك هذا واحد من 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 الفوائد الاخت سميه، هي الفوائد اللي عندها علاقه مع القلب والاوعيه الدمويه. دونك هادشي كيرجع لغناه فيتامين ك، وغناه كذلك فيتامين سي اللي قلنا هو مسؤول على انتاج هاد الكولاجين، وبالتالي كينقص ليا من داك الاخطار اللي كيكون عندنا اللي يقدروا يقيسوا لنا القلب. وكاينه واحده من الشائعات الاخت سميه اللي المستمعات غيكونوا عارفينها وخصوصا النساء، دونك هي ان حب الرشاد مرتبط مع وقيته الرضاعه. المرأة المرضعة، وكانوا صحيح وكانوا كيعطيوها مخلط مع الحليب باش كيقول لك انه مساعد لإضرار الحليب. هو بيني وبينك هي كتسمى كاباركا، دليل علمي على هذا الشيء ما كاينش، مقال علمي يوضح هذا الشيء ما كاينش، ولكن غناه بهذه العناصر الغذائيه يقد انه يحفز ليا دوك لي غلوند ماميغ، انهم ديك الغدد اللي عندنا على مستوى الثدي، انها تقدر تصوب ليا الحليب، وبالتالي تقد تعاون المرأة انها تنتج ليا الحليب، حيت الحليب باش يتنتج الحليب مناش مصوب؟ مصوب من الياف غذائيه، مصوب باردون من بروتينات، مصوب من املاح معدنيه، مصوب من فيتامينات، ومصوب من سكريات ايتترا. دونك المراه خصها الاغذيه ديالها خصها تكون كتسمح لها انها توفر كاع هذا الشيء باش ان الحليب يقدر يتصوب، وبالتالي هذا حب الرشاد فيه هذه العناصر. دونك صحيح يقدر يعاون، غير هو ما خصناش نفوتوا الحد المسموح به، يعني واحد نص معلقه مره في اليومين ولا مره في اليوم. المراه الحامل ولا المرضع من الافضل انها تنقص منه، علاش؟ ما كاينش دليل علمي، ولكن ما نقدروش نقولوا ما نسميوش درجه السميه، ولكن عنده بعض الحساسيات، عنده بعض الاعراض الجانبيه اللي تقد تاثر على جوده الحياه الاخت سميه. داك الشيء علاش ديما التركيز ديال الاستعمال ديالو الحضر. غير عندي واحد الاضافه، مادام انت شرتي لهذه النقطه ديال المراه الحامل وربطتيها باضرار الحليب، انا غنتكلم بشكل عام على الرجل والمراه في حد ذاتهم، خصوصا ما يتعلق بالخصوبه والهرمونات وتنشيط الرغبه الجنسيه عند الطرفين، عند المراه وعند الرجل. تذكروا او تقولوا انه في ثقافتنا يعني الشعبيه المغربيه انه حب الرشاد مساعد ومحفز، الى اي حد هادشي مثبوت علميا ولا فقط غير كربتوا حاجه بحال هكا؟ صحيح. دونك فاش كنهضروا على مثلا محفز او غذاء محفز كنسميوه اون سيبستونس افروديزياك، كتزيد ليا من الرغبه الجنسيه او لا كتزيد ليا من الخصوبه. دونك فاش كنقولوا الخصوبه هي شي حاجه ولا الرغبه الجنسيه هي شي حاجه عندها مع الهرمونات او كتقدنا الهرمونات بالنسبه للنساء اللي ما عندهمش منتظمين. صحيح. دونك عند حب الرشاد دونك عنده مركبات كيميائيه اللي بحال بالنسبه للنساء، مركبات كيميائيه كتشبه الهرمون الاستروجين في المفعول ديالها، وبالتالي كتحفز ليها الاباضه اللي كنسميوها هي انتاج البويضه في واحد المرحله معينه من الحياه ديالها. دونك هذا كما كنقولوا تثبت علميا انه هذوك المركبات الكيميائيه اللي فيتو استروجين كيتسموا عندهم هذا التاثير هذا. بالنسبه للرجال دونك التاثير كيكون اكثر على عنده علاقه مع الدوره الدمويه، حيث قلنا فيتامين ك وفيتامين سي كينقيو ليا العروق الدمويه، وبالتالي
هذاك المشاكل ديال الانتصاب ولا مشاكل جنسيه غالبا كتكون مرتبطه مع دوره دمويه اللي كتكون غير عاديه. هذه في حاله حنا راه كنهضروا بشكل عام، اما هي راه كل حاله وكتكون حاله عندها خصوصيه خاصها تمشي تشوف الطبيب المسؤول باش انه يحدد السبب الرئيسي. كاين حاجه ثانيه هو ان مرضى السكري ومرضى الضغط الشرياني اللي كيكونوا كيتناولوا مثلا ادويه وما عندهمش نظام غذائي صحي، هاد الامراض بجوج ومع هاد الادويه بجوج كيزيدوا ياثروا شي شويه على الرغبه الجنسيه والعلاقه الجنسيه، وبالتالي اوتوماتيكمون خص نسبه السكر في الدم تهبط. حب الرشاد كيعاون في هاد القضيه هذه، كيعاون انه يكبح ليا داك السكريات انها تمر، وكيعاون في تنظيم داك السكر على مستوى الدم، وبهذه الطريقه يعني كما كنقولوا بطريقه غير مباشره كيعاون يحسن من 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 من, من الرغبه الجنسيه عند الرجل، وكيستعاد للرجل داك النشاط والحيويه ديالو. ولكن علميا واش كاينه شي ماده وسط حب الرشاد هي اللي مسؤوله بطريقه مباشره على لا 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 الرغبه الجنسيه؟ مازال ما كاينش شي دليل علمي، ولكن داك المستخلص ديال الفوائد ولا ديال العناصر الغذائيه او ديال الملخيمو اللي هضرنا عليها في القيمه الغذائيه، هذيك في حد ذاتها كتلبي حاجيه الجسم وكتسمح لك الخلايا المسؤوله على انتاج الحيوانات المنويه او البويضه انها تغذى مزيان، وبالتالي كتعاون في الخصوبه. طيب دكتور، نتكلموا على الشق الجمالي من غير صحيا يعني كنتناولوه كناخذوا الفوائد ديالو داخليا، نتكلموا كذلك من الشق الخارجي تيدخل في خلطات وفي اقنعه كثيره سواء ديال البشره ولا ديال الشعر، للنضاره ولا النعومه ديال الشعر بحكم ان ديك الماده الجيلاتينيه اللي تكلمنا عليها بحال مفعول ديال الكيراتين الطبيعي. صحيح انك تقدر تعاوننا بذور حب الرشاد دكتور؟ صحيح صحيح، دونك كاين واحد التاثير مباشر. اول حاجه فاش كنقولوا مثلا علاج مثلا المشاكل جلديه او لا، حيت كاينين كثار المشاكل الجلديه، حنا كنهضروا على الا كان مثلا الفدات كتفقد المرونه ديالها او لا بداو كيبانوا لي واحد البقع بفعل اجهاد تاكسدي او لا زعما العمل في واحد البلاصه اللي كتكون فيها تلوث او لا الشمس كتقيس لي الوجه ديالي بزاف. كذلك بالنسبه لتساقط الشعر، الاسباب تختلف ديال تساقط الشعر، مي غالبا كيكون ان البصيلات ديال الشعر ما كتغذاش مزيان، وكاين واحد من العناصر اللي الا نقصت كتاثر بشكل مباشر عند النساء على تساقط الشعر الحديد. دونك الحديد حنا كنعرفوا ان لا فام ماروكين ولا فام دو مانيير جينيرال، المراه بشكل عام انها بريديسبوزي عندها عرضه انها قابليه عندها قابليه انها يجيها فقر الدم. علاش؟ حيت كاينه الدوره الشهريه كتفقد واحد الكميه ديال الدم اللي فيها واحد الكميه ديال الحديد. الاغذيه ديال المراه غالبا ما كتكونش متوازنه، دونك حيت ما اغلبيه ديال النساء وخصوصا كنهضر على النساء وكنهضر على المراهقات ما كيبغيوش يتناولوا مثلا اللحوم الحمراء بشتى انواعها، واللحوم الحمراء هي احسن غذاء بالنسبه لاعطاء الحديد، مصدر مهم للحديد. صحيح، دونك هذا من جهه. دونك الا ما كانش عندي فقر الدم اوتوماتيكمون كيكون عندي غير مشاكل على مستوى مثلا الجلد او الفروه ديال الراس، اوتوماتيكمون نقدروا نستعملوه بطريقه موضعيه كجل. والطريقه باش كنستعملوه هي كنشدوا حبر الرشاد نقدروا نطحنوه باش يولي على شكل طحين ياك، ونديروه مع شي شويه ديال العسل وشويه ديال الماء، وكيتعجن كيولي لي بحال واحد العجينه. داك العجينه نقدروا نشقوا بها راسنا ونخلي نجلسوا واحد المده زمنيه ديال ساعه ساعتين، ما كاين حتى شي مشكل بما ان الماء المكون هو مكون طبيعي. ينقص لي داك الاحمرار اللي كيكون عندي على مستوى الجلد، الناس اللي كيعانيوا من الصدفيه، دونك كاين واحد الاحمرار كيكون على مستوى الجسم وخصوصا على مستوى الجلد وخصوصا عند استعمال المشط فاش بنادم كيمشط شعرو، دونك هذا كينقص ليه من هذا الالتهاب. علاش؟ باسكو فيه مضادات للالتهابه منهم داك فيتامين سي. وكذلك نقدروا نصاوبوا الاختصميه حتى بالنسبه للوجه كجيل، وهنا من الطرق اللي نقدروا نستعملوا هي نشدوا واحد معلقه صغيره نديروها في نص كاس ديال الماء دافي، ونقدروا نزيدوا لها مثلا معلقه صغيره ديال العسل، من الافضل انها تكون عسل حر باش نستافد من داك الخصائص المضاده للالتهاب ديال العسل، وفي نفس الوقت نستافد من فيتامين سي اللي كاين في حب الرشاد باش ينقص ليه من داك الالتهابات اللي عندي على مستوى الوجه ديالي. ومساعده ايضا على فرد الشعر يعني ترطيب ديالو طبيعيا. غادي نحاولوا نتكلموا كذلك على واحد النقطه مهمه دكتور، يعني حب الرشاد استخداماته كثيره ومتنوعه، ولكن اي واحد فينا غادي يسول دابا كيفاش غادي ناكل انا هذا حب الرشاد، فين غادي ندخلو، واش نطبخو ولا نغليه ولا نديرو بودره ولا كيفاش غادي نستخدمو وامتى غناكلو؟ الوغ حب الرشاد الاخت سميه خصو يتخاد من اجل الوقايه، هذا من جهه. دونك ما غناكلوش باش نشبعوا منه، ما غنطحنوهش باش نصوبوا منه خبز ايتترا، حيت الكميه اللي خصنا ندخلوا للجسم ديالنا هي كميه فغيمون قليله. خصنا ندخلوا كميات اللي كتكون قليله باش نقدروا نستافدوا من الخصائص ديالو بدون ما يكونوا عندي اضرار. هذا من جهه. من جهه ثانيه نقدر نستعملوا في الحاله الطبيعيه ديالو، يعني نشد نص معلقه صغيره وناكلها ونشرب موراها الماء، حتى هي غنستافد منها، ودوك الالياف الغذائيه القابله للذوبان والغير القابله للذوبان غتمشي لي على مستوى الجهاز الهضمي، وحتى دوك لي بخوب ديك كنسموه حنا البكتيريا النافعه اللي عندنا على مستوى الجهاز الهضمي
الهضمي حتى هي غتستافد من داك السكريات اللي حنا ما قدرناش نهضموها وغيمثل لها غذاء وغيعاونني في الصحه ديال الجهاز الهضمي، هذا من جهه. من جهه ثانيه نقدر نشد نص معلقه ونديرها في داك الكويس الماء اللي هضرنا عليه قبيله ونتناولو، واخا يكون عندي واخا يولي على شكل جيل حتى هو نقدر نتناولو بدون حتى شي مشكل. خصني نحضي غير ما يكونش فيها امساك اكثر، حيت فاش كنديرو في الماء وكيطلق وكيولي على شكل جيل الا تناولته وانا كنت كنعاني من امساك غيزيد يصحب ليا الموريا، دونك يزيد يعلق ليا كرشي وبالتالي داك الامساك يقدر يطول فيا. هذا من جهه. من جهه اخرى الاخت سمية نقدر نستعملو مثلا في الخبز، نشد واحد شويه ونرشو على خبيزه ديالي اللي كنت كنطيبها في الدار ويبقاو دوك البذور كيبانو من الفوق، حتى هو طريقه باش ندخلوه، نقدروا ندخلوها في سلطه الفواكه. حنا درنا واحد الاسبوع على الفواكه الموسميه، نقدر نسوب سلطه ديال الفواكه لوليداتي ونشد هذا الحب الرشاد وندردرو شي شويه على هذيك السلطه باش نقدروا نتناولوا في حاله طبيعيه. كدوز جيب بنينه. صحيح. صحيح صحيح. والطريقه اللي انا ما متفقش معها هي الطريقه اللي كنستعملوا بها الاخت سمية في الـ في الـ في السفوف وفي هادشي اللي غنوجدوا دابا لهذا الشهر الفضيل، هو ان ما كنبقاوش نهضروا على حب الرشاد بوحدو، كنوليو نهضروا على حب الرشاد، كنهضروا على الكوزه، وكنهضروا على القرفه، وكنهضروا على الزيت، وكنهضروا على السكر، وكنهضروا على مجموعه ديال العناصر اللي كتخلط وبالتالي تقدر تولي عندنا كيولي عندنا ضرر. داكشي علاش حتى الا صوبناه من الافضل ان هاد البذور منهم هادشي اللي غنهضروا عليه، هادشي اللي هضرنا عليه دوك حب الرشاد، زريعه الكتان كاين اللي كيزيدها، الكوزه كذلك، المسكه الحره، هادشي كامل من الافضل اننا نقصوه ونستعملوه بكميه اللي تكون ضئيله في التحضير ديال السفوف ديالنا، وخا ينقص لينا شي شويه المذاق ما فيها باس، باش نقدروا نبقاو نتناولوه تقريبا يوميا او لا نهار اه نهار لا بدون ما يكون عندي اضرار. واش حبات الرشاد دكتور خاليه من الجلوتين؟ ما دمتي شرتي القضيه ديال الخبز وانا جاتني هذه الفكره ديال الا كانت خاليه من الجلوتين نقدروا مثلا نستافدوا منها نضيفوها مع المكونات الاخرين. صحيح الاخت سمية، دونك نقدروا نضيفوها مع المكونات الاخرين باش نستافدوا منها، ما فيهاش جلوتين، دونك مزيان الناس اللي عندهم مالادي سيليات، ولكن الكميه اللي خصنا نستعملوا الاخت سمية هي كميه اللي خصها تكون فريمون ضئيله، خصنا نستعملوا كميات القلالين، حيت درجه الامان مازال ما واضحاش 100% علميا، دونك نقدروا نطلعوا من كما كنقولوا من الكميه باش نحلوا مشكل ونتناولوا اغذيه خاليه من الجلوتين، ولكن في نفس الوقت خصنا يقدر يطرى لنا مشكل. وبارمي المشاكل اللي كيطراو الاخت سمية عند الاكثار هو بشكل عام بالنسبه للمراه الحامل والمرضع والرضيع كذلك، هادشي ما نقربوش ليه، دونك من الافضل اننا ما نتناولوهش، وخا تسمع بزاف الناس كي يدعون لهذا انه غيعطيه ليه، راه مدير للحليب تيتاغ، ولكن علميا ما كاينش سند علمي. الناس اللي عندهم انخفاض ضغط الدم باسكو هو فيه بوتاسيوم بشكل كبير، يعني واحد الكميه مهمه من البوتاسيوم، دونك يساعد في خفض الضغط الشرياني. انت الا كان عندك ليبيرتونسيون ارتيريال، انت ارتفاع الضغط الشرياني، كتكون كتاخذ الدواء، هذا الدواء باش يخفض، الا كثرتي منه غيزيد يخفض لك الضغط الشرياني، الله يستر، ويدير لك اعراض جانبيه خطيره. مرض السكري حتى هو حب الرشاد عنده واحد النسبه مهمه من انه يساعد على تخفيض من النسبه ديال السكر في الدم، حتى هو الا بغيتي تناوله خصك ضروري كما كنقولوا خصك تاخذ لافي ديال الطبيب ديالك، الطبيب اللي كيعرف الحاله ديالك، خصوصا دابا حنا مقبلين على شهر الصيام، دونك ضروري اللي مريض بالسكري ولا مرضى الامراض المزمنه بشكل عام ضروري خصهم يستشيروا الطبيب، والطبيب هو اللي غيفتي واش تصوم ولا ما تصومش على حساب الحاله الصحيه ديالك. عاد زيد عليها الاخت سمية ان فيها في مجموعه العمليات الجراحيه كيمنعوا مجموعه المواد الكيميائيه، منها ان الاغذيه اللي غنيه بفيتامين كا وهو غني بفيتامين كا وغني انه بعناصر اخرى اللي كتخفض لي نسبه السكر في الدم، تقد تاثر سلبا على الناس اللي كيكون مثلا عندهم عمليه جراحيه بروغرامي في القريب، يعني من الافضل انهم ما يتناولوهاش. وعاد زيد عليها كما كنقول ديما انا لا البذور لا الاعشاب الطبيه من الافضل انها تخاد خارج اوقات اخذ الادويه ديالك، دونك فاش كنقولوا الادويه بزاف ديال المقالات العلميه بينت ان كاينين ديزانتيغاكسيون، كاين تفاعلات كيميائيه ما بين مكونات ديال حب الرشاد ومجموعه ديال الاعشاب الطبيه اخرى وبذور اخرى مع ادويه السكري، مع ادويه ادرار البول، يعني الادويه اللي كيحيدوا لي الماء من الجسم، مع ادويه ديال الضغط الشرياني ايتترا، دونك هادشي كامل خصنا ناخذه بعين الاعتبار. وفاش كنكثر هادشي مثلا في السفوف وهاد الاطباق اللي كتكون عندي في هذا الشهر الفضيل، اوتوماتيكمون كتولي لا دوز ولا الكميه اللي كنولي كندخلها للجسم غالبا كتكون كميه غير متحكم فيها وكتكون كثيره بشكل يومي كتبقى تاكلها. نتكلموا على ما دمنا كناكلوها كثير دكتور، يعني السعرات الحراريه حب الرشاد فيها كثير سعرات حراريه ولا النسبه ديال الدهون كوليسترول فيه؟ الوغ فاش كنهضروا على السعرات الحراريه اخت سمية المشكل كيكون فاش كنكونوا شي غذاء اللي كنتناولوا منه كميه كبيره،
دونك فاش كنكون مثلا غنتناول مثلا زريعه الكتان وغنطحنها باش نصوب بها مثلا خبيزه صغيره ما فيهاش الجلوتين، دونك هنا غتكون خصنا نهضروا على السعرات الحراريه. واصلا الناس اللي كيعانيو مثلا من الجلوتين غالبا كيكون عندهم مشكل انهم يوصلوا للسعرات الحراريه اللي كتكون كتوافق الجسم ديالهم، داكشي علاش كتلقاهم اغلبيه الوقت كتلقاهم جسمهم كيكون ضعيف هزيل. هنا ما غنهضروش على ان فيها سعرات حراريه بيان سو، حيت فيها دهنيات، فيها دهون اللي صحيه كذلك. فاش كنقولوا كوليسترول راه ديما كنهضر على كوليسترول الدار، كوليسترول الغير دار، كاين ال دي ال اتش دي ال، دونك هي غنيه بدهنيات اللي كيكون ولا بدهون اللي صحيه يعني ما يخافش منها الواحد. فيها سعرات حراريه حيت فيها حتى سكريات معقده وسكريات بسيطه، مي سعراتها الحراريه باغابوغ الكميه اللي غندخلوا للجسم ديالنا غالبا لا تؤثر على النظام الغذائي. وحتى الناس اللي كيكونوا مثلا كيديروا حميه ايتيتيرا وبغى ياكلها مثلا واحد المره ولا جوج مرات في الاسبوع ما تأثرش لي على السعرات الحرارية والتنظيم ديال السعرات الحرارية في الحمية ديالو. طيب دكتور، غادي نفتح معك واحد الفكرة. كثير من ديال الأمهات وديال ربات البيوت الله يعطيهم الصحة كاين اللي كتجتهد في هذه الفكرة، ولات طريقة ديال تنبات بعض البذور معتمدة عندهم لتعزيز المناعة ولا العلاج من بعض الأمراض، أو حتى تيقول لك للوقاية من سرطان الثدي ولا بعض الأنواع السرطانات الأخرى، بحال مثلا الحلبة، بحال مثلا البذرة ديال حب الرشاد اللي كنهضروا عليها كينبتوها دكتور، وديك الأعشاب كتكون تيقول لك الفعالية ديالها مضروبة في 100، إلى أي حد هادشي صحيح؟ الوغ التنبات ديال الحبوب هي هذه القضيه ما بداتش بحب الرشاد ايتيتيرا، بدات بالحبوب يعني بدات بالزرع بالخرطال ايتيتيرا. دونك هذا الانبات ديال الحبوب شنو كيسمح؟ كيسمح ان النبته او لا ان ذاك الحبوب كتولي كتوجد راسها انها تتطور باش تولي نبته قائمه بذاتها. دونك تما كيكون عندنا واحد كيتطوروا ذاك الخلايا اللي كاينين تما وكيوليو سكون ابيل دي سيلول ميريستيماتيك، واحد النوع من انواع لي سيلول. هذيك الخلايا بحال اللي قلتي خلايا ديال شي جنين صغير اللي الله عطاها القدره ديال انها كتكون فيها فوائد اكثر باش تسمح لان ذاك النبات انه ينوض، يعني خص يكون كامل الاغذيه والعناصر الغذائيه اللي غتحتاجها باش تنوض. حنا كنعرفوا ان النبات حتى كيكبر شويه وكيدير الاوراق كيكونوا ذاك الاوراق خضر عاد كيقدر انه يدير التركيب الضوئي واللي يستعمل الطاقه ديال الشمس باش يعيش، ولكن في المرحله الاولى اوتوماتيكمون كيكون خصو يعتمد على راسو. فهذيك القضيه ديال التحول اللي كيطرى لذوك الخلايا تما النسبه ديال العناصر الغذائيه كتقدر انها تزاد. بالنسبه لحب الرشاد وعاول الحلبه ايتيتيرا مازال ما كاينش دليل علمي كيهضر ولا شي دراسه علميه اللي دارت الاخت سميه كنهضروا علميا انها بينات ان الحلبه منبته احسن من الحلبه ما منبتاش، ولكن بالنسبه للحبوب الاخرى غالبا كيكون التاثير كيكون احسن. علاش؟ حيت كيكونوا عناصر غذائيه اللي اكثر ما مصوباش نورمالمون لينا، مصوبه لذاك النبات باش انه يكبر ينضج ويكبر ويعطينا نبات جديد، ولكن الا تناولناه اوتوماتيكمون كنستافدوا من ديك الخصائص الغذائيه. وصحيح كيكونوا العناصر الغذائيه معززه اكثر وتركيزها كتكون معززه اكثر. صح. طيب دكتور، كده اللي كاين شي اضافات من غير هادشي اللي هضرنا عليه؟ كاين شي حويجات بغيتي توصي عليهم، شي امور تفاداهم خصوصا في المحاذير وفي المخاطر ديال حب الرشاد؟ قبل ما نهضروا الاختومي على المحاذير بغيت نشير لواحد الحاجه اللي مهمه اللي هي العظام. حنا كنعرفوا ان لو ثوازيام اج مع التقدم في السن كيوليو مشاكل على مستوى الاسنان خصوصا، حيت انا كنقول لهم ديما الاسنان هو السبب الاول عندي في مشاكل ديال الفقاعات الغذائيه ولي كارونس اليمونتير. علاش؟ فاش كيولي الانسان ما عندوش سنان كيبقى يتجنب ياكل اغذيه اللي كتكون صلبه، واخا كيركب السنان دوك السنان في الاول ما كيكونوش مقادين كيبرزطوه كيولي كيحيدهم، وهادشي غتلقاو في عائلاتكم كتعرفوا هادشي. دونك تلقاه ما كيبغيش يتناول الاغذيه حيت كتحليه حيت كتدبروا حيت كتضروا، وبالتالي ما كيبقاش يبغي يتناول وكيسقط في مشكل ديال عدم التنويع الغذائي. راه فاش كيطيح في عدم التنويع الغذائي كيولي عندنا مشاكل، وحده من هاد المشاكل اللي كتاثر هي الحديد، وزيد على ذلك من غير الحديد كيولي مشكل ديال فقاعات غذائيه، وهو الفقاعه الغذائيه اللي كتقيس الناس الكبارين او الناس اللي في او النساء في سن اللي نسميوه حنايا سن النضج سن الامل سن الامل. صحيح، سن الامل. دونك هو المشاكل اللي عندها علاقه مع العظام. دونك كتولي هشاشه العظام ايتيتيرا. دونك هاد الحب الرشاد كاينه واحد الطريقه اللي كانوا كيستعملوها الناس وقلتها في الاول ديال اللقاء، هي ان نقدروا نشدوا الحليب اللي عندك ما كاين حتى شي مشكل، وحيت فيه شويه فيتامين فيه شويه الكالسيوم، وكنهضر على حليب كنهضر غالبا على حليب كامل اللي كيكون كذلك فيه واحد النسبه مهمه من فيتامين دي وكذلك فوسفور، حيت خصنا ثلاثه الحوايج باش اننا نقدروا نستافدوا من الكالسيوم، خص يكون كالسيوم فوسفور وكذلك الحديد باش يثبت لنا هذا الشيء هنا. دونك الا زدنا لهذا الكويز الحليب زدنا ليه الراس ديال المعلقه ديال حب الرشاد وشي شويه ديال اليلا نكون متاكد ان صوبت مشروب عالي من الكالسيوم عالي من القيمه الغذائيه ديالو، وغيساعدني انني نقدر نقوي شويه من 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 من, من كما كنقولوا من العظام ديالي ومن ما يسمى كثافه العظم، الكثافه ديال لا دونسيتي اوسوز انها تزاد، ونتجنب ديك المشاكل الصحيه اللي تقطر. حيت كنعرفوا الناس فاش كيكبروا كيولي الا مسكين غيزلق وطاح دغيا كيتهرس ايتيتيرا، وهذو دليل من من من, من ان كاين مشكل الكالسيوم. وكيبقى انه حاجه اللي كتشرب ما كتحتاج لا تمضغ لا شي حاجه، وبالتالي كتكون سهله عليهم في استعمال اخت سميه. طيب دكتور، نقدروا ناخذوا كاخر وجبه يمكن تدخل الجسم في الليل
ولا ممكن الصباح عندها شي توقيت خاص؟ صحيح، ما نقدروش نسميه وجبه الاخصوميه حيت الكميه اللي خصنا كنسطر على الكميه خصها تتخاد بكميه ضئيله جدا باش نستافد غير من داك الخصائص، حيت كلما طلعت كلما درجه السميه درجه الضرر كطلع. نقدروا نستعملوه مثلا النهار بغينا نستعملوه نقدر نستعملوه بالليل، ما كاين حتى شي مشكل، شي حاجه غتمنعني اني نستعملوه بالليل ولا بالنهار. غير هي من الافضل انه يتستعمل بالنهار حيت قلنا غني كذلك توا في واحد النسبه مهمه من فيتامين سي، من الافضل اننا نستعملها بالنهار، ما ربما تاثر لي على جوده النوم ديالي خصوصا الناس اللي ما مولفينش فيتامين سي. دونك اما هي نقدر نتناولو على طول نهار ما كاين حتى شي مشكل. طيب دكتور، لك جزيل الشكر صراحه على اختياراتك الصائبه، ودائما حنا كنتعلموا وتنستافدوا، ونتمنى ان شاء الله المستمعين ديالنا يكونوا كيدقوا وكيركزوا في المعلومات. اكيد حنا خصنا نتناولوا الاشياء بدون اضرار وبالفائده العامه، ماشي نكثروا دائما الخير في الاعتدال. موعدنا يتجدد غدا ان شاء الله ياك دكتور في نفس المواعيد، فنقول لهم خليكم معنا. حنا غادي نودعوا دكتور لطفي زاري دكتور اختصاصي في التغذيه وعلوم الرياضه.